اليوم الاثنين 29 يوليوز 2024 بمقر عمالة سكانية ملول، استمعنا جميعا قبل قليل للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 25 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين. هذا الخطاب السنوي اللي كيلقي جلالة الملك اليوم هذه السنة هذه كيتميز بطبيعة الحال بعرضه لخطاب بعد 25 سنة من الحكم. 25 سنة بطبيعة الحال ذكر جلالة الملك في مقدمة الخطاب بأهم الأوراش التي تحققت خلال ربع قرن، سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي. يكفي أن نذكر بطبيعة الحال بأنه خلال هذه المرحلة، في منتصف هذه المرحلة، عرف المغرب دستور جديد اللي هو دستور 2011، وما قدمه من تغييرات على مستوى السياسي والمؤسسات للبلد، كذلك على مستوى التنمية. والحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى أنه خلال هذه المرحلة ديال 25 سنة المغرب عرف واحد العدد ديال الأوراش، سواء على مستوى التنمية، على مستوى البنية التحتية، على مستوى المختلف يعني المقناطير والمواني والمطارات وغيرها من البناء التنموي، كذلك على المستوى الاجتماعي. الحمد لله المغرب يعرف طفرة النوعية، وهذه المرحلة ديال 25 سنة تم الإعلان عن عديد من المبادرات الاجتماعية في هذا الإطار، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم الإعلان عنها سنة 2005. كذلك اليوم ورش ديال الحماية، الورش الملكي ديال الحماية الاجتماعية اللي هو ورش كبير ومهم، اللي نتمنى إن شاء الله أن تديل كل الصعاب التي تعترضه والتي يمكن أن تكون سبباً في بعض المشاكل في الواقع. ثم كذلك ذكر جلالة الملك في الخطاب ديالو اليوم بالإشكالية الرئيسية اللي هي إشكالية الماء، اللي اليوم الكل يدرك خطورة هذا ما وصلنا إليه في هذا المستوى، خصوصاً بعد 6 سنوات كما جاء في الخطاب الملكي من الجفاف، وكذلك بعض تعطر بعض المشاريع في السياسة المائية لبلادنا. ودعا جلالة الملك في هذا الإطار إلى ضرورة الترشيد لهذه المادة الحيوية، وجاء نداءه إلى كل المواطنين سواء على مستوى الاستعمال الفلاحي أو الاستعمال المنزلي. كذلك لم يفوت جلالة الملك أن ذكر بموقف المملكة المغربية الشريفة من القضية الفلسطينية، ودعا إلى بطبيعة الحال بشكل واضح إلى وقف هذه الحرب، ووضح أفق سياسي واضح للمرحلة المقبلة في أفق دولتين، دولة فلسطين يعني دولتين بجانب إحداهما الأخرى، وغزة بطبيعة الحال ضمن الدولة الفلسطينية. أولا بعد ربع قرن من اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الغر الميامين، ربع قرن أعطانا وجها آخر للمغرب، وجها تنمويا اقتصاديا رائعا جدا في عهده صاحب الجلالة، منجزات مهمة جدا ارتقت بالمغرب إلى مصاف الدول يعني المتحضرة، الدول المتقدمة. كنشوفوا المغرب اليوم بوجه آخر، سواء لإنجازات اللي كنشوفوها من جميع النواحي، رياضيا، فنيا، اقتصاديا، تنمويا، لانفراستركتور، البنيات التحتية، يعني كنشوفوا منجزات عالمية اللي ذكرها سيدنا الله ينصره في الخطاب، اللي هو المشروع الأول على صعيد إفريقيا والعالم العربي، والمشروع الثاني في العالم اللي هو تحلية مياه البحر مدينة الدار البيضاء. أيضا شفنا يعني التناغم ما بين الأحواض المائية من أجل نقل الماء الذي كان يهدر في البحر، اليوم كنشوفوه بأن غادي نستفدوا منه سواء في حوض من ربيع أو حوض سبو، وربما يصل إلى الجنوب أيضا. فهذه كلها منجزات تحسب لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحسب لهذا الشعب العظيم. أما من ناحية الخارج فكنشوفوا بأن المغرب له دور كبير على الصعيد العالمي. اليوم ذكر سيدنا الدور ديال لجنة القدس ومساعدة أهالينا بغزة، شفنا أيضا يعني المغرب سجل الحضور ديالو من خلال كأس العالم 2030، الحضور ديالو من خلال ترأسه لمجموعة من اللجان على صعيد الأمم المتحدة. أيضا كنشوفوا المغرب يعني بالسمعة ديالو الكبيرة في العالم، فهو دائما حاضر، وأيضا في أفريقيا من خلال البعثات العسكرية التي تساهم في حفظ السلام في واحد مجموعة كبيرة ديال الدول. إذا هذا هو المغرب، نتمنى إن شاء الله أن يتحقق على يد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منجزات أخرى، وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.